بيان تضامن مع الشعب الفلسطيني. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الشعب الصومالي يعبر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للدفاع عن نفسه وعن أرضه وردع العدوان الغاشم عن المسجد الأقصى، ويبارك عملية الطوفان الأقصى التي أطلقت بها حركة حماس فجر يوم السبت، وتعتبرها رداً مشروعاً وفريضة شرعية في الإسلام. قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الوقت نفسه فإن الشعب الصومالي يتابع بمنتهى الألم والقلق ما تمارس به حكومة الاحتلال من جرائم وحشية بحق النساء والأطفال والشيوخ دون تمييز ودون اعتبار لأي قانون دولي إنساني، وتدمير شامل للأبراج والمباني والمنازل وأبشعها كانت مجزرة مستشفى المعمداني، كما يستنكر توفير بعض دول المدعية زورا وحرصها على حماية حقوق الإنسان والعدالة القضاء والدعم للجرائم البشعة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واعتبارا بذلك دفاعا عن القدس عن النفس بغض النظر عن الانتهاكات المستفزة والعدوان الغاشم على المسجد الأقصى وعن جذور المشكلة التي تكمن في الاحتلال على أراضيه المباركة ولقبلة المسلمين الأولى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي الختام يدعو الشعب الأمة الإسلامية قادة وعلماء ومفكرين وأصحاب الأموال إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ودعمها بكل الإمكانيات المتاحة، مع مواصلة الدعاء والتضرع إلى الله بالنصر المؤزر لهم والتمكين على عدوهم حتى يتحقق ردع الاحتلال ودرده من المسجد الأقصى والأرض المباركة المحتلة، كما يدعو قادة الدول الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والتحرك من أجل إنقاذه من الجرائم الشنيعة والإبادة الجماعية. الله أكبر ولله الحمد. كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديه ملك استا كبيح بيلاش ودر هنا لقى صادر ميل والبا كما عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا بقاله بريمير ولد.